متشكر قوي يا تسنيم على اختيارك للمكان ده، فعلا كان مريح والاضاءه اللي فيه بتهدي الاعصاب. متشكره قوي يا اكمل بيه. بيه بيه ايه بقى؟ عمرك شفتي واحده بتقول اللي بتتعشى معايا بيه؟ وبعدين العشاء ده يا حبيبتي احتفال بيكي. بجد انا متشكره ليك قوي حقيقي. وقوفك جنبي هو اللي خلاني اخرج من الحاله اللي انا فيها. وقوفي جنبك تسنيم، انت تقصدي ايه بالكلام ده؟ اقصد اني اول ما اشتغلت معاك بدات ارجع للحياه من جديد. ما اكدبش عليك، انا اول ما اشتغلت كنت خايفه جدا اني افشل او ان الشغل يكون محبط ليا، ووقتها كان ممكن يخليني في حاله مش تمام. وبعدين لقيت ان الشغل معاك ممتع جدا، ووقوفك جنبي وتشجيعك ليا خلاني اتقدم بطريقه عمري ما كنت اتوقعها. تسنيم سوري. شوفي يا حبيبتي، ما تتصوريش كلامك ده بيسعدني قد ايه، لكن اللي انا عايزك تعرفيه اني مش هسيبك، هفضل معاكي، هفضل جنبك لغايه ما تقفلي صفحه التجربه اللي فاتت دي خالص. مش بس كده، وتخشي كمان تجربه جديده تعوضك كل اللي فات. خير يا ماما؟ كنت عايزاني في حاجه؟ تعالي يا ابتسام، تعالي يا حبيبتي، تعالي. خير يا حبيبتي؟ خير يا كبيره، اموريني. خير يا روح ماما، انا بس عايزه اطمن عليك، انت وجوزك اخباركم ايه؟ اشمعنى يعني؟ لا يعني بقول بيجيب لك حلويات وهو جاي. هو لازم يعني عشان نبقى كويسين يجيب لي حلويات؟ يعني هو لو كون يا بنت متخانقتي هو ولا حاجه. انا؟ لا مفيش جديد، عادي الحياه ماشيه زي ما هي. والله العظيم. طب عايزه تعرف الجديد؟ الجديد بقى ان جوزك خد محل حلويات كبير قوي في المهندسين. ايه؟ حليم ويشتري محل في المهندسين؟ طبعا، امال ام كلثوم؟ ايوه حليم بتاعك يا حبيبتي. ليه؟ شوف الرجاله وعمايلهم الله يخرب بيوتهم زي الزيبه. ليه هو ما قالكيش يا بنت؟ ونعمه ما قال لي حاجه ماما عن الموضوع ده، ولا جاب لي سيرته خالص من اللذينه. طبعا ده بيقول لك محل كبير قوي فرنجي، بيعمل تورت وجاتوهات وسيليزونات. ايه ده؟ وانت عرفتي الكلام ده منين يا ماما؟ نعم جريت دلوقتي. انت ناسي ان امك كيداهم؟ امك تعرف الكفت في البلد ده، انا دبت النمله توصلني. واللي زاد وغطى خد الكبيره بقى. مشارك مين؟ مين؟ حلاوتها الولية العجوزة، تكبر منهم 25 سنة. طب لعلمك بقى الكبيرة قوي 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 خمسة كبيرة، انه متجوزها عرف. ايه؟ استحالة حليم يعمل كده. واستحالة ليه يا ست ابتسام؟ ما ممكن يحطوا زيتهم على ايديهم عشان يكبروا الميراث يا حبيبتي. مش ده اللي بعت امك عشانه؟ عشان تعرفي ان امك كانت على حق. ماشي، على كل المية تكتب الغطاس، اما الاول مع بعض نزلين المحل الدوينتو مع بعض، هبقى اديكي تليفون تنزلي تمسكيهم متلبسين يا حبيبتي. ايوه يا امين، تعالي. التصميمات اللي حضرتك كنت عايزها، لو حضرتك فاضي تشوفها دلوقتي شوفها، حضرتك يعني مش فاضي ممكن ابقى اجيبها لك وقت تاني. ايه ده؟ ايه كمية حضرتك 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 دي؟ مالك بتعمليني رسمي قوي كده ليه؟ امال حضرتك عايزنا اتكلم ازاي؟ الله، في ايه يا امينة مالك؟ انا برضو اللي في ايه؟ على فكرة انا مش فاهم اي حاجة، وانا عملت حاجة غلط وانا مش واخد بالي. والله بقى اشوف حضرتك الفترة اللي فاتت كلها كنت متغير معايا ليه من غير سبب؟ انا؟ ابدا والله يا امينة. هو انا عندي عز منك؟ عندك. ايه ده؟ مين دي بقى ان شاء الله؟ والله بقى اشوف حضرتك مين اللي مديها كل وقتك الفترة اللي فاتت ومديها يعني تصميمات كتير قوي في الديفيليه الجديد. قصدك تسنيم؟ ها؟ مين اللي قالك ان انا مديها تصميمات كتير في الديفيليه الجديد؟ على فكرة بقى انا مديكي تصميمات زيك زيها بالظبط. والله؟ زي زيها؟ اللي كانت المساعدة بتاعتي بقت دلوقتي زي زيها؟ يا أمينة يا حبيبتي أرجوكي تفهمي، أنت عارفة الديفيليه اللي جاي ده مهم بالنسبة لي قد إيه، وعارفة كمان المنافسة اللي بيني وبين فاروق إلهامي، إحنا لازم نعرض قبله، عشان كده مخلي كل الناس تشتغل بكل طاقتها. بصراحة يعني برضه مش مقتنع. طيب أنا مش عارف بصراحة أقنعك إزاي. صدقيني والله هي دي الحقيقة. ماشي يا أكمل، اعتبر إن ما حصلش حاجة. طيب
ممكن بقى حضرتك تتشرفي وتتكرمي تقبلي عزومتي على العشاء النهارده. أنسة أمينة. أنسة أمينة. أهلا أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ أهلا بيكي. إيه الصدفة الجميلة دي؟ أنا الحقيقة كنت بزور واحد صاحبي هنا في العمارة دي وبعدين شفته فقلت لازم أجي أسلم عليه. متشكرة أوي يا أستاذ أحمد. أنت كنت هنا بتعملي إيه؟ بتشتري فستان؟ بشتري؟ قصدي يعني بتصلي فستان يعني؟ لا أنا بشتغل هنا مصممة أزياء. فعلا؟ الله، دي مهنة جميلة جدا. عايزة حد يكون إحساسه راقي وعنده عنده عنده فن عالي جدا في ذوقه يعني. إزاي حضرتك بس؟ متشكرة أوي يا أستاذ أحمد. على فكرة أنا من أول ما شفت حضرتك وقلت إن أنا قدام فنانة راقية جدا. كده بقى متشكرة تاني وعن إذنك بقى المرة دي. لا طبعا. ما تتفضل أوصلك. حضرتك في طريقي، أنا ساكن في الشيخ زايد يعني لازم أعدي على الطريق الصحراوي. لا حضرتك بقى بتطلع المحور أسهل، لكن أنا لازم أطلع الدائري. وبعدين أنا معايا عربية، هتوصلني إزاي؟ عن إذنك تاني برضو. بس تفضلي. ممكن استخدم التليفون؟ اتفضلي يا فندم. اطلب زيرو الاول؟ زيرو. مساء الخير، ممكن اكلم مدام كيداهم؟ حضرتك؟ انا فاعل خير، احب ابلغ حضرتك ان بنتك المحترمه امينه على علاقه باكمل الصالح، الراجل اللي بتشتغل معاه. ايوه، وهما دلوقتي مع بعض بيتعشوا سوا. فين؟ هاتي ورقه وقلم واكتبي ورايا العنوان. ماما. اهلا مدام كيداهم، اهلا وسهلا، اتفضلي معانا. هلا هلا ويا اخت اسم الله. ايه يا فندي؟ ايه يا فندي؟ ابو مزوره ومقص خيط وابن وسرج والدين، انت لو دخلت الفيلا من بابها هنشيلك فوق راسنا، لكن امور الصرمحه اللي انت بتعملها دي مع بنتي ده اللي مش هسمح لك بيه ابدا، هاخد رقبتك قدامها، سامع ولا لا؟ يا ماما حضرتك فاهمه غلط، انا واستاذ اكمل في عشاء عمل. انت عملك اسود ومنيل يا حبيبه امك، يلا بيت قدامي. ماما سيت امبوسيبل، احنا في مكان عام. قدامي انت كمان لو جبتكم بتشعروا بواحده ولا الثانيه. على فكره حضرتك فاهمه الموقف غلط خالص. انا اللي فاهمان اقول لبنتي وقدامي وبس من سكات، وانت ليك حساب معايا بعدين. يلا بيت قدامي. قدامي؟ يلا. يلا بيت قدامي لاجيبك من شعرك. طيب. خشي خشي انت كده على طول قرفاني وتعباني، انت اللي بالذات كل مره بمشكله، كل مره بعرف مش عارف اعمل معاك ايه، واخرتها انا اروح اجيبك من المحلات وانت قاعده بتطفحي بالصوص الليالي. على فكره بقى يا ماما، اللي حضرتك عملتيه ده غلط جدا في حقي، حرام عليك، انت كده ضيعتي لي مستقبلي، اروح القتلي تاني بانهي وش. قتلي؟ بوم بوم لاوي بوم يا خرابي رابي، ابقى قابليني يا روح ماما. قتلي ايه؟ انت اساسا مش هتعتبي عجبة البيت ولا هتشتغلي تاني. قرابي انت مستويه عليا ولا ايه؟ فاهم تصحلي نفسك؟
ده انا مشكك تحت رجلي اطمك نصين، ولا عشان ابوك مات، لا ده انا قد ابوك 10000 مره، ده انا المعلمه فايداهم. يا ماما اهدي بس يا ماما عشان خاطري، وبعدين ما هي امينه قالت لك ان الموضوع ما كانش فيه اي حاجه، يعني هو كان عاش اخوي بس، يعني هي ما فيش بينها وبين الراجل ده اي حاجه. اخوي ده ايه يا حبيبه امك انت كمان؟ اخوي ايه وابوي ايه؟ تقدري تقولي يا حبيبتي على بنك بيصرف اخوي دي؟ لو سمحتي بقى يا ماما، انا عايز اعرف مين اللي قالك ان انا كنت في المطعم ده. واحده بنت حلال يا حبيبتي قالت لي ان حبيبه قلبك بنتك الدلوعه الست امينه قاعده مع حبيب القلب بيطفحوا في قلب المطعم ده. ماما هي بنت الحلال دي قالت لك بيتعشوا ايه؟ قصدي اسمها ايه؟ ما بيقولوش ولاد الحلال اسمهم ايه، هما بس بيدلونا على الصح والغلط وخلاص عشان ولاد حلال. بقولك يا بنت امينه، الظهر البنت بنت المفضوحه اللي قالت لامك دي بتعزك قوي على فكره. مفيش غيرك يا تسنيم الكلب. ماشي يا تسنيم، انت اللي بدأت الحرب، قبلي بقى اللي جايلك. يا كبيرة يا حبيبتي، الظاهر ان البنت اللي قالت لك ان امينة قاعدة مع الراجل ده في المطعم، الظاهر كده انها ما بتحبش امينة وفي ضديات ما بينهم، فعشان خاطري والنبي يا ماما ما تديهاش فرصة انها تجيد البيت حريقة. حريقة؟ هي قادت حريقة وخلاص. وبعدين هي البنت كذبت عليا، ما البنت قالت للمظبوط تروح شوف بناتك بيعملوا ايه، ورستني على الدور ورحت لقيتها بتطفح يا وحبيب القلب في المطعم. طب يا ماما عشان خاطري سامحيها وبلاش ولا يا ماما موضوع قعدتها في البيت ده، البنت مستقبلها هيضيع. ايوه يا ست ابتسام، افتي يا حبيبتي تقعد في البيت وما تخرجش من البيت، انت ما قلتيش اي كلمه، قلت مش هتطلع بره البيت، يعني مش هتطلع بره قعده البيت. يا ماما عشان خاطري يا ماما، اللي انا كنت بتعشى معاه ده ما فيش بيني وبينه اي حاجه، وبوعدك ان انا بعد كده هروح الشغل اخلصه وارجع على البيت على طول. ايه بيقابليني في المشمش اللي لون البلوزه دي لو انت خطيتي عتبه البيت ولا دقيت الشغل تاني، مفهوم؟ صباح الخير يا اكرم. صباح النور، تعالي يا امينه. انا اسفه قوي على اللي حصل امبارح، بصراحه انا كنت خايفه اجي الشغل تاني. لا 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 ولا يهمك، على فكرة أنا عارف طبيعة الشخصيات اللي زي والدتك، بالعكس أنا مبسوط جدا إن لسه في واحدة في الزمن ده بتربي بناتها بإيد من حديد. أنا أصلي أمينة شغال في وسط عالم كله بنات وستات، والواحد بيعدي عليه أشكال وألوان ما يعلم بيهم إلا ربنا. الحقيقة أنا مبسوط جدا من الموقف اللي عملته والدتك. معقولة؟ ده أنا قلت أول ما أجي النهاردة هتقولي اكتبي استقالتك ويلا على مامتك خليها تنفعك. لا 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 مش للدرجه دي. انا يا امينه ما اقدرش استغنى عنك ابدا. بقول لك ايه بقى، الراجل بتاع اليوفر جاي ومعاه الجهاز ده اللي مخزني فيه كل حاجه، الصور وكل حاجه. ايوه الكمبيوتر المحمول. اسمع الله عليك، هو ده مخزن فيه بقى كل حاجه، انا اتفرجت عليه. انت اقعد بقى مع نفسك وعيش ونقي بقى اللي انت عايزه. انت عارفه ست حلاوتهم؟ لما قلت لي ان انا باخد تشطيبات السجن والكلام ده انا قلت هتقلبي لي المحل ده شبه الزنازين. بس بسم الله ما شاء الله طلعت شاطره قوي. انت اتعلمت الكلام ده فين؟ اتعلمته في السجن، دي حكايه طويله قوي هحكيها لك. انا كان معايا في السجن واحده اسمها عليا كومبليكو. كومب ايه؟ كومب مين؟ اسمها كومبليكو، دي قتلت جوزها. كان عندها بقى ايه 5 عيال، اللي بيشتغل في النقاشه واللي بيشتغل مبلط واللي بيشتغل محاره، كلهم بقى هي اللي كانت بتاخد المقاولات بتاعه تشطيبات السجن. هي بقى اللي علمتني بقى، والبركه فيها اللي خلتني قصه كده بقى في المهنه يعني. ودي فين ارضيها دلوقتي؟ لا دي ماتت في السجن الله يرحمها. يا الله، خدت الشر وراحت. ما عشان كده انا بقى اللي بقيت باخد الشغل بدلها. دي كانت صحه، انما ايه، دي حطت رجلها على رقبه جوزها ما شالتهاش الا لما قطع النفس. صحه بقى كده كويس انك طلعت منها بالصنعه دي، اه برضه كان ليها قيمه. الله 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 الله، في ايه يا سي حليمو؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا عايز افهم ايه اللي بينك وبين الست دي. شش وطي صوتك، المحل مليان صناعيه. لا يا حبيبي بلا صناعيه بلا زفت، انا عايز اعرف ايه اللي بينك وبين الست دي وبتهبب ايه هنا. لم لسانك يا بنت كيداء وما احسن لك. بقول لك ايه يا ست، انت مالكيش دعوه بامي ماشي؟ كلمنا انا هنا وفهمني. الله وطي صوتك. الله، انت جاي تعملي لي قلق هنا ولا ايه؟ المحل ده بتاعي والست دي جايه تشطبوني، مالك؟ اسم الله يا حبيبي، وليه الرجاله خلصت خلاص؟ جايبه لي احسن اسعار، اقول لها يحنن اخلي الناس تسرعني عشان ترتاحي. انا امشي يا اخويا واسيب لك العمليه دي كلها من اولها لاخرها. سلام عليكم. استنى ست حلاوتهم. مفيش حد غيرك هيشطب المحل ده. صلاة النبي احسن، يعني انت بتتحداني يا حليمو؟ طب وديني وما اقعد، ما انا قاعده لك في البيت. ماشي. ايه ده؟ استنى يا مجنونه انت. يا الله، هو احنا في البيت عشان تسيبيه؟
ابوك اتصل بيا بالتليفون وقال انه راجع وهيكشف قدام كيدهم واخواتك انه عايش. هو كلمني وقال لي ان هو رجع قريب، بس بقول لك يا عمته مش عايزين حد يحس ان احنا كنا عارفين، ده ماما واخواتي ممكن يقطعوني فيها لاخر العمر. ولا كيدهم تحطني في دماغها اكتر ما هي حطاني. هو ما قالكيش رجع امتى بالظبط؟ ابوكي قال لي ان رجوعه ده لازم يبقى بالاتفاق مع البوليس ولازم يبقى سري جدا، وده عشان خاطر سلامته يا بنتي. ربنا يستر، ربنا يستر يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيستر. بس بقول لك يا عمته احنا عايزين كده نتقن التمثيل ونحبشه، واول ما تشوفيه اخويا حنفي وانا بابا. ايوه عجباني قوي بابا دي، ايوه مهمه جدا دي، خصوصا ان كيدهم واختك حسوا بحاجه. ما هي كيدهم شافته في لبنان واختك شافته في بورسعيد. ايوه يا عمته طبعا عندك حق، بس هم يعني مش مفروض يصدقوا احساسهم. هو في حد يصدق ان واحد ميت يصحى تاني غير في الافلام الهندي؟ هندي؟ ده ابوكي عدى الهندي والامريكاني وين شرخ على الفضاء. بقول لك ايه يا مخفيه انت وهي؟ لا ده انتوا على قديمه معايا يا حبيبتي انت وهي. انا قبل ما اشتري النخل في الجيم ده كنت بتنطط على المكن زي البهلوان، كسرت المكن وجددته من اول وجديد. اللي يخش تقطعه نفسه من الرياضه، سامعيني ولا لا؟ ايوه عايزه كل الناس تتكلم عن الجيم بتاع كيداه، حلاوه كيداه يا جمال اللي بيطلعوا من عند كيداه، سمباتيك يا اخواتي. ايوه كده انا عايزه جيم منكم، مفهوم؟ مفهوم يا معلم. اتفضلوا اضطروا يا اختي انت وهي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا عرف عبد الشافي المحامي، محامي الست حلاوتها، ودي الاستاذ سليم المحاسب القانوني. يا الف اهلا وسهلا، واموروا حضراتكم في حاجه؟ مدام حلاوتهم خدت حكم لصلاحها في قضيه الفرز والتجنيد، واحنا جايين ننفذ ودي. فلو سمحت تمكن الاستاذ من الاطلاع على الدفاتر عشان يحدد نصيبها في الجيم والارض والمباني زي القانون ما حدد بالظبط. واحنا تحت امر القانون، اللي انت عاوزه تحت امرك، الحسابات عندك اعمل اللي انت عاوزه فيها. شاكرين يا مدام كده. ماشي يا مخفيه اللي اسمك حلاوتهم، ان ما وريتك ما بقاش انا كده. انا مش فاهم انت معصبه روحك قوي كده ليه؟ يا سلام بقى، كل اللي انت عملته ده مش عايزني اتعصب، تفتح محل في المهندسين من ورايا. لا وكمان ايه؟ تجيب عدوتنا وعدوتنا كمان اللدوده تفتحه معاك وتشاركك فيه، وكل ده ومش عايزني اتعصب يا حليمو؟ عدوتك ده يا بنتي الله، دي بقت شريكتكم في كل حاجه. وبعدين كده برضه انا المحل ده كنت عامله لك مفاجاه، دي جزاتي تشك فيها في حلاوتهم، دي قد حماتي يا بنت. قول لنفسك يا اخويا. بلاش الجنان اللي انت فيه ده ليل ونهار. ها تعالي تعالي كده وركزي، وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، بلاش تقول الموضوع ده لامك. ماشي؟ لا 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 مش خوف منها، ما تفهمنيش غلط، انا بس مش عايز مشاكل. لو انت فاكر ان امي دي نايمه على ودانها، ده هي اصلا اللي قايله لي. انت بتقولي يا ست حلاوته عرفت؟ طب عرفت من مين؟ ده انا موريها بنفسي ان انت صاحبه المحل. طب وده مين ده بقى اللي هيتقص لها؟ هي خلاص ما بقاش عندها لا صبيان ولا رجال. على رايك هي دي بتغلب؟ بس انا لازم دلوقتي اروح لها واكد لها ان انا عرفت ان ده محل حليم، على الاقل بس عشان ترجع تثق فيا تاني. ماشي حاضر يا ست حلوته، مع السلامه. قديمة يا بنت سناء، أنا خلاص عرفت قبلك. وأنت عرفت منين يا معلمة؟ هياك أنت فاكرة نفسك يا بنت اللي بتتقصي لي لوحدك؟ ده أنا المعلمة كيداهم يا حبيبتي، ده أنا عندي فريق كامل زي أمثالك كده بيعرفوا لي دبة النملة بتروح فين في البلد. ربنا يزيدك يا معلمة، أنا آسفة حقك عليا بجد، ما كنتش أقصد أجيب لك معلومة غلط، أنا اللي شفته جيت قلتهولك. ابي شوفي كويس يا اختي، شوفي كويس وتسمعي بودانك وتتاكدي من المعلومه قبل ما تجيبيها لي، مفهوم؟ حاضر يا معلم حاضر. هقول ايه؟ عمالين يلهفوا في منا. الله يرحمك يا حنفي ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. احنا خلاص يا جماعه وضعنا الخطه الامنيه اللي هنقدر بيها نرجعكم لبيوتكم، بس المطلوب منكم ان محدش يشوفكم خالص في الفتره دي. طبعا مفهوم يا رفعت باشا. طبعا يا باشا كل ده عشان مصلحتي، مصلحتنا. بالنسبه لك انت يا شحته ما فيش اي مشكله، لان مراتك عارفه طبعا. وبالمناسبه
خدنا لك شقه في حته هاديه كده عشان تعيش فيها انت وسناء. متشكرين قوي يا باشا والله. بصراحه بقى يا باشا احنا قلنا خلاص مهمتنا انتهت وانتوا مش هيهمكم تحافظوا على حياتنا ان خلاص ممكن تضحوا بيا بينا. ازاي تقول الكلام ده يا حرفي؟ بالعكس انتوا قدمتوا للبلد خدمه كبيره واحنا كمان ساعدناكوا ان كنتوا تعيشوا حياه كريمه بدل الحياه اللي مش لطيفه اللي انتوا كنتوا عايشينها قبل كده. بالمناسبه يا حنفي أيوة. قول لمراتك تبعد عن موضوع الالماس ده. الماس؟ وانتوا عارفين موضوع الالماس؟ امال فاكرنا لمين على ودنا؟ فاهمها انها المره الجايه هيتقبض عليها ومش هتطلع من القضيه ابدا. لا يا باشا ان شاء الله ما فيش مره جايه. باشا معلش انا امتى يعني اقدر اخد سناء واروح بيها شقتي الجديده؟ وقت ما تحب يا ابني. طب باشا بس بعد اذنك يعني عايزين نبلغ البواب انها مراتي وكده. يا اخي ما تقلقش رفعت بيه بيديك كارت توصيه البواب. بالنسبه لك انت حرفي فهنبعت الرائد شريف للبيت علشان يمهد لهم لرجوعك. بالمناسبه هم عارفينه لان هو عمل دور الدكتور المزيف اللي نقل ابنك المستشفى. لا 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 انا مش ممكن اصدق ابدا اللي انت بتقوله ده. انا اكيد بحلم. ايوه بحلم. هصحى كمان شويه الاقي نفسي بحلم وهلاقي كل اللي عدى ده ولا كان ليه اي لازمه. لا يا بابا لا لا ملوش حق بقى يطلع كل ده عايش وما يسالش علينا. بابا طلع عايش؟ لا انا مش قادره اصدق. بابا عايش يا عمته؟ انا مصدومه، انا بجد مصدومه. صدقوني يا جماعه الاستاذ حنفي بطل قومي وعمل خدمه جليله لمصر. لا لا انت عايز تفهمني ان حنفي اخويا عايش؟ انا حاسه ان انا في فيلم او بحلم او. احمدك يا رب احمدك يا رب واشكر فضلك احمدك يا رب. لا 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 انت مش ظابط، انت بتشتغلنا انت بتشتغلنا يا مدام ابتسام. والدكم هيكون قدامكم هنا خلال ساعات. المهم وزي ما اتفقنا كل الخدم والبوابين والامن ياخدوا اجازه لمده اسبوع، مش عايزين اي حد يشوفه او يعرف انه عايش، وده طبعا امان لي. ماما ماما حبيبتي ما بتتكلميش ليه يا ماما؟ بابا طلع عايش يا ماما عايش عايش. عايش ازاي؟ يعني ايه عايش؟ انا مقبل عليا وانا مفتحه عينيا. لما هو عايش سابني ليه متجوزه واحد تاني وهو موجود حي يرزق؟ ازاي؟ ازاي؟ يعني كده كان ممكن اخش السجن مجمع بين زوجين. ما دي اخرة عدم الاخلاص. مش زيانا هيرجع يلاقيني مستنياه وما اتجوزتش بعده. يا والاخلاص يا ام 44 انتي؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ تتجوزي بعده فين يا انت العادي؟ وانت مرميه على البورش في السجن؟ حكم. طب استاذن انا بقى ويا ريت كل التعليمات اللي انا قلتها تتنفذ بالحرف الواحد عشان سلامته. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله، يعني على كده اللي انا شفته في لبنان كان حنفي؟ اه يا ناري، عمال يلون ويغير في هدومه ويغير في اشكال. لو اعرف ان هو ده كنت طبعت في زماره رقبته وخلصت عليك حقيقي. اخص عليكم، انا قلت لكم ان الراجل اللي خدني في حضنه وانا مهمل عليا في بورسعيد ده كان بابا. والله عرفته من ريحته، محدش فيكم صدقني. اخص عليك يا بابا، ده انا زعلانه منك قوي. اخص. لا الكلام ده مش صحيح، انا حاسه ان الراجل ده كذاب. انا حتى لو شفته مش هحسه ولا هصدقه، اكيد هو جاي عشان ينصب علينا. لا يا اختي، الموضوع ده حصل عشاني انا، ربنا رجعه لي مخصوص عشان يعوضني كل السنين اللي عشتها بعيد عنه. نعم، هو كان لسه فاكرك راجع لكيدهم حبيبته ام بناته اللي جايبه له ثلاث بنات زي الورد اللي بيفتح. يا جماعه الحمد لله ان هو رجع بالسلامه. احمدك مشكور فضلك يا رب. شفتي حليمه ربنا كبير ازاي؟ مش عارف ابتسام، انا حاسس ان الدنيا بتلف بيا. طب والورث اللي انا ورثته والواد اللي انا واصي عليه؟ انا كل حساباتي كده اتلخبطت. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ يا خساره يا هشام، انا مش قادر اصدق ابن اللي ربيته على المثل والقيم والمبادئ يبقى موقفه سلبي للدرجه دي في موضوع حساس زي ده. يا بابا افهمني، الجامعه الخاصه اللي انا شغال فيها دي مليانه اساتذه واساتذه مساعدين، والناس دي مراكزهم اعلى مني بكتير. اشمعنى انا بقى اللي هشيل الموضوع ده واعمل فيها زعيم؟ واشمعنى مراتك اللي حته معيده قد كده
ما عملتش زيك يا هشام. لو كل واحد قال زيك كده انا مالي؟ ما فيش حاجة ابدا يا ابني هتتصلح في البلد دي. يا بابا الزمن اللي احنا فيه ده لازم تمشي فيه جنب الحيط، وخصوصا لما واحدة واصلة زي سميح عكاشة. انت محسسني ان سميح عكاشة دي كأنها هولاكو او جنكيز خان مثلا. اكتر بكتير، الست دي مريضة بالشر، دي لو ما فكرتش تأذي حد ممكن تأذي نفسها. يا بابا الست دي انا سمعت عنها بلاوي متلتلة، الست دي ياما ضيعت ناس. يا ابني ربنا فوق كل ظالم، على الاقل مراتك بتقولي في اساتذه في جامعه القاهره هيتابعوا معاها الموضوع. ربنا يستر عليهم بقى ويستر على مرات ابنك الثورجيه. هتقوم تفتح الباب يا سحليم. هون تخبروني؟ وحيات الله وحشتوني. كيفكن؟ انتم منيحات؟ بابا منيح يا بنات. ظلمة بنتي. وحشتنا يا بابا. انا اخويا حلفي. خيتي حبيبي. خيتي حبيبي يا اخويا. خيتي يا حبيبي. الحمد لله عشت وشفتك يا بعد. خيتي خيتي والله اشهد احنا دفنين وصوح. بس بركه الحمد لله. بركه انك رجعت بالسلامه يا اخويا. الحمد لله خيتي الحمد لله. عمر الشقي بقي ايه كيداهم ايه؟ كيف يمكن؟ هتسلم على جوزك؟ اهلا يا اخوي. اهلا اهلا. مش مهضومه انا قلت هتفرحي ان جوزك رجع لك من الاخره. من الاخره؟ ويا ترى كنت فين؟ في الجنه ولا في النار؟ والله كنت في الجنه دلوقتي في النار. ايه هتسلمي على جوزك؟ وهلا هلا هلا ويا اختي اسم الله. ايه يا راجل لحقت وحشك؟ ما انت كنت عمال بتتنططي زي فرع ولوز وتعمل لي اشكال والوان عامل زي الكاميرا الخفيه هناك في لبنان. بس ايه منيحه عجبتك صح؟ نخس عليك يا حنف، قدرت تسيبني كل المده دي كلها؟ بعدين كيداهن نبقى نتكلم مع بعضينا وحدياتنا ونشوف مين هان على مين. حلاوتهن حنفنا مراتي روح قلبي حبيبي. انت حبيب قلبي وانت حبيب روحي. الحمد لله على السلامة حبيبتي. وحشتني قوي. وانت كمان قوي. كمان كمان الست دي يا بنات اول قصة حب لي يا فكرة ذكرياتنا مع بعض فكرة وحبنا فكرة. الست دي معطاءة معطاءة طول عمرها تدي ما تاخد. لا خدت 30 سنة أشغال شقة ونفسي أرد لك الجميل يا حبيب قلبي يا روح. مهضومة والله مهضومة. أبوك ومرات أبوك دخلوا على صلاح ذو الفقار وشادية في فيلم أغلى من حياتي. معلش يا حبيبي أدي الأيام عرفتك مين عدوك من حبيبك. جرايا ولية ايه يا حبيبتي كانت تستضيف المياه الاكرة ام 44 انت ولا ايه؟ ايه يا اختي انا بقول الحقيقة وانت عارفاها كويس. جرى ايه وليا منك ليها؟ هو ده وقت خناق برضو؟ احنا دلوقتي عايزين نحتفل برجوع اخويا حبيبي. يا اختي ولولو عليك الساعة وسكتوا اطلعي منها ولا وهي بتعمر يا حلمبوحة. بس انا بقى زعلانة منك يا بابا ومخصمك ومش هكلمك تاني. ايه ده؟ ليه يا زلمة؟ كده عشان سبت بنتك حبيبتك لما شافتك وسرقت وقعت في الارض واغمل عليها سبتها ومشيت ومش اطمنت عليها. معقوله؟ معقوله بابا يعمل كده؟ لا يا حبيبتي انت اول ما اغمى عليكي انا نزلت جنبك علشان افوقك، وبعدين اول ما اطمنت انك بدات تفوقي اتاخرت بعيد وقعدت ابص عليكي لحد انت ما فوقتي وبقيتي كويسه. خفت الاحسن تشوفيني يغمى عليكي والمره دي ممكن ما تقوميش. كيفك حليمو؟ والله منيح يا معلم الحمد لله. منيح؟ ومالك بتقولها من غير نفس كأنك مش فرحان برجوعي؟ ليه يا معلم ده انت حبيبي.
وانا طول عمري صبيك. اذا بتريد جرى ايه بقى يا بابا؟ انت ما جعتش ولا ايه؟ ما انت من ساعة انا ما مت وانت خسة همك على الاكل. يلا بقى يا جماعة نتعشى مع بابا على السفرة لحسن الاكل وحشني معاه قوي. الاكل اللي وحشك ولا انا اللي وحشتك؟ معلش يا حبيبتي مش هقدر اكفل معاكي دلوقتي لاني لازم هطلع اشوف جو ماي دوتر.